مدام مروة ومدام نهى، مدام نهى ومدام مروة، اتفضلوا. 25 نقطة لعيلة واحدة بس. 70 و25 كام؟ 70 و25 95. 95 بالظبط كده. ترجعوا تتقدموا تاني. 90 و25 90 و25 115 115 تمام. السؤال اللي جاي هتحتاجوا الورقة والقلم. ليه كده؟ هقول لكم دلوقتي. ايوه. ايه اللي هيحصل؟ انا هسأل السؤال وحضرتك هتكتبي، بس هتكتبي الناحية دي وحضرتك هتكتبي الناحية دي. اتفقنا؟ استاذ اسامة حضرتك هتكتب، استاذ احمد حضرتك هتكتب. طبعا انتوا الاثنين ما تبصوش ورا. حاضر. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال الاول. معلومات عائلية. من هي المطربة المفضلة للزوج؟ اكتب اكتب. ايوه ايوه. شكرا شكرا. طيب استاذ اسامه كتبت ايه؟ ام كلثوم. ام كلثوم الهدف الاول. برافو عليك. استاذ احمد كتبت ايه؟ اصاله. اصاله. مدام نوها غيرت رايها وقررت انها شيرين. حضرتك عرفتي دلوقتي ان هو بيحب شيرين. هو كان... هو غير رايه. هو اللي غير رايه. هو غير رايه. انا بحب الاثنين بصراحه، بس لازم نختار مختار واحد يعني. بس هي صح برضه. هي صح. لا ما توقعناش في الغلط يعني. انا ماليش دعوه. ما توقعناش في الغلط. انا ماليش، انا عندي هنا اسم وعندك هنا اسم، انا ماليش دعوه. الاثنين صح. بيحب الاثنين؟ بيحب الاثنين. بس واضح ان هو بيحب اصالة اكتر شويه. ما قاليش. اديك عرفت. عرفنا على الهوا كلنا اهو. اتفضلي. شكرا.